نروح للسيدات، السيدات ما شاء الله عليهم، بفكركم سيدات كرة اليد فازوا ببطولتين السنة دي، فازوا ببطولة القاهرة وبطولة كأس مصر، ماشيين في الدوري الحمد لله زي الفل. في التمهيدي خدنا أول، طلعنا دوري السوبر، الأهلي الشمس سبورتنج الزمالك، لعبنا الدورة المجمعة الأولى، كسبنا الثلاث ماتشات. عايز أقول لكم كسبنا الثلاث ماتشات في غياب سندس، غابت ماتشين تقريبا على ما أتذكر عشان كورونا. والأهلي خلص الدورة المجمعة الأولى في الترتيب في المركز الأول 9 بونت، الشمس 5 بونت، سبورتنج 5 بونت، الزمالك 5 بونت. الأهلي يكفيه فوزين الدورة المجمعة القادمة ويحسم بطولة الدوري. ولو فاكرين الحلقة اللي احنا عملناها هنا وكان كابتن يحيى يوسف معانا، قال لنا انه عامل حسابات الماتشات دي كويس وانه بيوعدنا ان شاء الله يكسب، ووعد وصدق. واللاعبات ايضا وعدنا وصدقنا. الفريق ده كان السنة اللي فاتت خسر البطولة لو تفتكروا، وخسر الكاس، طلع يمكن بموسم صفري، ولكن عهد ربنا قبلينا وعهد جماهير النادي الاهلي ان هيرجعوا كل بطولة هيخشوها السنة دي، وصدقوا. وتم دعم الفريق بشكل كبير من مجلس إدارة النادي الأهلي بسندس حشانة المحترفة التونسية اللي أدت أداء رائع السنة دي، وشفنا اختلاف كبير جدا في مستوى اللاعبات. يعني شفنا نصرة بتلعب في أكتر من مركز، شفنا غادة حسام حارس المرمى رجعت وتألقت، شفنا مجموعة وتوليفة من اللاعبات حابين بعض، بنحييهم من هنا، بنقول لهم ألف مليون مبروك. الدورة المجمعة التانية لسه ما تحددتش، الاتحاد هيحددها، وبعد ما يتحددها نعلنها لحضراتكم ان شاء الله ماتش او اتنين، يعني باذن الله ماتشين، يعني ممكن يبقى ماتش لو النتائج التانية خدمتنا، ولكن هنقول ماتشين عشان نبقى في الامان. لو فزنا بماتشين باذن الله نحسم بطوله الدوري للسيدات وتبقى ثالث بطوله يا رب يا كابتن يحيى واللاعبات ان شاء الله. كلنا ثقه فيهم.